عليكم. دي لاباس كلشي بخير غير مصحه. نتمنىكم يا رب تكونوا بخير وعلى خير. ملي بديت معكم فيديو من الصدقه سمحوا لي غادي نجيب واحد السيده مسكينه جات عندي تقاو معايا ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس كلشي بخير، نتمنىكم يا رب تكونوا بخير وعلى خير. المهم راه شفتوا في الاول الفيديو كنت خارجه قلت لكم غنجيب واحد السيده عندي. هاد السيده البنات راه غتكونوا كتعرفوها تبارك الله كلكم، وصراحه واحد الوقت كنا اطرات فينا وبقات فينا لانها الصراحه محتاجه للمساعده وكلشي. كنت غنمشي عندها البنات واحد المده، كنت غنمشي عندها ولكن كانوا بزاف الناس كيمشيو عندها وداك الشيء، فقلت انا نبقى بعيده حتى نهار تكون بوحدها اولا تجي عندي هي اولا شحال من حاجه. فاليوم البنات كتب الله وجات لعندي، فالصراحه انا غادي نقصدكم، نقصد الله انكم تعاونوا معها في القناه ديالها، سواء انا قناتي طالعه ولا ما طالعاش ماشي مشكل، اهم حاجه انكم تعاونوا معها لانها تستاهل ولانها حاله انسانيه، وتا هي مسكينه مريضه دارينها رجليها مسكينه بزاف وعندها وليدات والمصاريف وراكم عارفين، وهي ما بغات منكم حتى شي حاجه، كتبغات منكم غير المشاهده كما انا كنت كنطلب منكم غير المشاهده، تفرجوا الفيديوهات ديالها وبارطاجوا الفيديوهات ديالها. انا ان شاء الله نخليكم البنات تهضر معكم لاننا الرينغليت خاصني كنت بغيت نحطها بعيده ونهضروا. المهم هي البنات هضري معاهم بعدا سلمي عليهم. السلام عليكم المتتبعين ديال اختي دنيا. اختي دنيا عيطت ليها وما رداتهاش مسكينه في وجهي، قالت لي جي عندي مرحبا. باكم ما عرفتهاش في الاول. انا كتهضر معايا على اساس شي وحده ما عرفتها جاتني وقلت لها انت هي، قلت لها كنتبعها كنتفرج، فقالت لي راه انا، قالت لك واش ما عرفتنيش، قلت لها مسكينه ما عرفت. دابا انا عند راسي راه هي عارفاني مني كنهضر معاها، ساعه هي ما عرفتنيش. المهم رحبت بيا واخا زعما ما كانتش عارفاني انا ولا ماشي انا، رحبات بيا وقالت لي مرحبا والف مرحبا، ومني شافتني رحبت بيا مسكينه كثر. وش نقول لك؟ شكرا لك اختي دنيا. واش انسانه؟ بالعكس لا، حتى انا كنقصد ناس اخرين ما كيخيبونيش. ربي يخليك دائما. ونقول لكم واحد الحاجه، انا كنت خايده، ماشي كنت خايده عليها نظره، كنت كنسمع بزاف الهضره، دنيا ما دايره، دنيا ما مزياناش، دنيا ما كتبغيش ما كتبغيش تستقبل الناس، كانوا كيقولوا دنيا حتى ما كتهضرش مع الناس في التليفون. الله يخلصها. عرفتي كيف ما صونيت ليها؟ كيف ما صيفطت لها؟ ما صونيتش ليها، كيف ما كتبت لها غير ميساج، السيده جاوبتني دغيا. يعني انا مني كنت خايده ديك الفكره قلت غادي نصيف. فهمي راه كاين بعض الناس كيبغيو يوصلوا. كيبغي يوصل. انت دابا مثلا تكوني ظريفه وكلشي، وانا نمشي نقول لك ناديه راه فعلا تركتها، والناس راه عادي كيتيقوا، الناس راه الناس راه خصهم يتيقوا. فالله يخلص كل واحد على قد نيته، صافي ما نهضرش على الموضوع. كاين داك الشيء اللي كاين. المهم كيف ما كتبت لها كيف ما جاوباتني، وجات عندي مني جيت للبلاصه جات مسكينه جابتني. واش غادي نقول لكم؟ محتاجه منكم حاجه واحده، دخلوا عندي القناه ودعموني. ما كتبانش بنت، ما تبانيش يا حبيبي، ما كتبانش بنتك ياك. لا ماشي مشكل كتبان. ماشي مشكل باش صافي، بغيتكم غير تدعموني. راه شنقول لكم؟ انا عندي اعاقه في رجليا وهذا الشيء اللي محتاجه منكم، وجيت عند اختي دنيا وما ردتهاش في وجهي. بالعكس وما كرهتكمش ما تردوهاش في وجهي حتى نتوما. والله العظيم بعد دخلوا عندها وهجموا عليها، تعاونوا معاها غير في المشاهده. راه نقول لكم المشاهده ما تخطو حتى شي حاجه، وداك اللايك علاش؟ باش هي تشري الدواء راسها. راه بلات عندها حتى هي عمليات، راه انا شفتها بعدا، انا راه تاثرت اقسم بالله. راه ما بقاتش في المظهر اني مهليه في راسي ومقاده، راه غير كتحاول انها النفسيه ديالها تصالح مع نفسها. وي عرفتي واحد السيده جات عندي وما نطش من بلاصتي. بقيت قالت لها مثلا انت دخلتي عندي، بقيت قالت في بلاصتي صافي، بقيت كنهضر شويه بغيت نوض، هي تقول لي الله يا بنيتي الله، قالت لي كنت كل صحابك زعما انسان زعما طبيعيه. طبيعيه. زعما مني نط وبديت كنتمشى. كتخدع. مني بديت كنتمشى عرفتي مسكينه، قالت لي بقيتي فيا بزاف بزاف بزاف، قالت لي زعما اللي شافك بحال هكا جالسه صافي صافي راه انت مزيانه. وبالعكس لا راه طبيعيه وزوينه تبارك الله ما شاء الله عليها، وكذا باقا صغيره. راه غير الزبان والوقت هي اللي كتخلينا نوليو بحال هكذا، بالعكس راه حنا زوينات وحنا صغيرات وحنا واعرات. نشكروا راسنا، انا ما نشكروا حتى شي واحد. المهم بلاش غنقول لكم دخلوا عندها الله يجازيكم بالخير، تعاونوا معاها. قصداتني ومقصود الله كما انا كنت كنقصد بزاف ديال الناس وما كيخيبونيش. ما خيبتنيش حتى انا. غنقول لكم بعدا هاد النقطه، هاد النقطه بالضبط اللي كيبقى يقول لك دنيا كيعيطوا لها الناس في التليفون ما كتجو. المهم هادشي انا كنت كنسمعو، كنت كنسمع دنيا. عرفت انا عارفه داكشي وخلي منها. دنيا ما كتستقبلش الناس، دنيا كيعيطوا لها الناس ما كتجاوبهمش، كتهضر معاهم خايب. خايبه هذاك الشيء. ما ماشي لحقاش هي حدايا، لعلك ترضى. ماشي لحقاش هي حدايا، انا النوبه الاولى غير كتبت ليها ما هضرتش معاها حتى في الاوديو. وما عرفتها، ما عرفناها راجل، ما عرفتها امراه. انا كنجاوب وصافي. جاوبتني ومني هضرت معاها في الاوديو جاوبتني، ما نقولش لكم زعما تعاملت معايا مزيان. ها انتم يعني حيد انا هاد النظره. اش صونيتي ليا؟ المهم انا تخبر كتهضري معايا حتى اوديو ما عرفتش. المهم انا قالت لي دوني بغيت نجي عندك. اييه. مرحبا والف مرحبا. انا البنات ذكرت انا عندي موعد ديال المهم ديال الاسره، غندي واحد التحليله يقراوها. كنا دايرين غدا على غدا. وانا نقول لها اختي ناديه، انا راه واخا ناديه تخبركم حيت عندي واحد صاحبتي خاصها ناديه، راه تكون كتفرج فيتي عندها قناه. ف
فقلت ليها اش غدير اختي ندير خليتها نهار الاربعاء قلت لها غدا ثلاث تفكرت راه عندي خصني ندير تحليل الاسراء نهار كون الصبيطار وداك الشيء قالت لي ماشي مشكل مشيت للناس الصبيطار اليوم لقيت انا داك الطبيب غادي نقرا تحليل ما كاينش رجعت للدار بحال هكا دبركت وانا نتصل بها صيفط لها اوديو هي تمسخني صيفط لها اوديو الاول وصيفط لها قلت لها السلام عليكم ملي اتصلت بيا قالت لي نعم قلت لها كي داير قالت لي ما عرفتش واش مشي راه الفيفي كان مقطوع الضو ما عرفتش مقطوع علينا الضو ما مقطوع علينا الضو راه ما داك الشيء قلت لها راه بغيت نوك غير اجي علينا واش تجي عندي دابا راه مشيت للسبيطار هي بغات لي مسكين زعما امندره بغات تويز على بنتك امندره واش شويه لاباس قلت لها راه مشيت راه دايره قلت لها زعما راه الطبيب ما كاينش فصافي هذا ما كان البنات وهي تجي عندي قالت لي مسكين انا غنجي عندك دابا قلت لها مرحبا انا غير في الدار المهم ما كنعاود لكم كل شيء باش ما تخزن حتى شي حاجه الحقيقه في الدقيقه هذاك الشيء اللي كاين المهم دابا البنات هذا ما كان غادي نقول لكم دخلوا عند الله يجازيكم بالخير الله يعز عليه دنيا وكيبغيني بصح حتى هي محتاجه مسكينه المعاونه الصراحه راه ما مسكينه راه اش غنقول لكم راه محتاجه بصح 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 راه مريضه مسكينه والله يجازيكم بالخير تعاونوا معاها ووقفوا في جنبها وبارطاجيو القناه ديالها لانها تستاهل هي ما باغا والو باغا غير باش ليش حتى مثلا كداوي براسها تحاول دير ما تنساوش حتى اختي دنيا بالعكس لا اختي اللي عاونتك بحال عاوني انا والله العظيم عرفتي انا شوفي انا نهار من النهار الاول شفتك اثرتي فيا ما كرهتش كوكو كان حتى انا عندي وداك الشيء ندير لك شحال من حاجه ايوا دايما الدرويش الدرويش كيحس بالدرويش كيحس بالدرويش المهم بقاو معنا ان شاء الله البنات في هذا الفيديو هذا وما تمشيو فين وكثروا لايك بزاف وبارطاجيو هذا الفيديو بزاف بزاف باش يشوفوا الناس اختي ناديه وي بارطاجيو حتى يدخلوا القناه ان شاء الله نحط لكم الرابط ديالها في اول تعليق دخلوا عندها هجموا عليها وقولوا لها جنب عند الدنيا وتعاونوا معاها كما كتعاونوا معايا انايا وكتفرجوا فيا غير باش تعاوني في سبيل الله فتا هي تعاونوا معايا راه تستاهل الصراحه يلا بقاو معنا دابا يلا عملنا واحد الكويز ديال اتاي وهي اختي ناديه حدايا عملنا بريد ديال اتاي وبقاو معنا ان شاء الله اللي درنا البس غنشاركها معكم راه الصراحه ماشي الدخله ديالها والعادم الا كنت ناويه حتى الغدا علاش غنعرض عليها كنت غنوجد شحال من حاجه نوجد اللي قسم الله ولكن اش غنقول لكم كيقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فاليوم قلت اجي دابا فصدقات مسكينه جايه دابا والصراحه مسكينه والله العظيم كون ما عرفتش انا هي والله لانها مريضه مسكينه وتعذب وجات في الطريق كون مشيت انا لعندها اقسم بالله لو كنت غنمشي عندها كنت غنمشي عندها والله ولكن واحد المده قلت لا الدنيا بعدي من هذاك الشيء كامل تتكون بوحدها ان شاء الله وراه غادي نمشي عندها غادي نمشي عندها فيها خير الله فيها خير مسكينه وبني عرفت خصوصا مني عرفتني مسكينه مريضه قالت لي مسكينه والله لا كون جيت عندك انا زعما والله العظيم آه انا جيت عندك انا بصحتي الحمد لله برجليا بهذاك الشيء الواحد ملي كتكون عنده صحته راه يحمد الله ويشكره ما بقاتش البنات لا ما عنديش ملي تكون عندك الصحه ديالك كتفيقي ما مالك والو ما دارك حتى شي حاجه كتحمد الله وتشكره هذا ما كان فيلا بقاو معنا خواتاتي يلا عملنا واحد الكويز ديال اتاي وهي اختي ناديه حدايا عملنا بريد ديال اتاي وبقاو معنا ان شاء الله اللي درنا البس غنشاركها معكم راه الصراحه ماشي الدخله ديالها والعادم الا كنت ناويه حتى الغدا علاش غنعرض عليها كنت غنوجد شحال من حاجه نوجد اللي قسم الله ولكن اش غنقول لكم كيقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فاليوم قلت اجي دابا فصدقات مسكينه جايه دابا والصراحه مسكينه والله العظيم كون ما عرفتش انا هي والله لانها مريضه مسكينه وتعذب وجات في الطريق كون مشيت انا لعندها اقسم بالله لو كنت غنمشي عندها كنت غنمشي عندها والله ولكن واحد المده قلت لا الدنيا بعدي من هذاك الشيء كامل تتكون بوحدها ان شاء الله وراه غادي نمشي عندها غادي نمشي عندها فيها خير الله فيها البنت. خير مسكينه وبني عرفت خصوصا مني عرفتني مسكينه مريضه قالت لي مسكينه والله لا كون جيت عندك انا زعما والله العظيم آه انا جيت عندك انا بصحتي الحمد لله برجليا بهذاك الشيء الواحد ملي كتكون عنده صحته راه يحمد الله ويشكره ما بقاتش البنات لا ما عنديش ملي تكون عندك الصحه ديالك كتفيقي ما مالك والو ما دارك حتى شي حاجه كتحمد الله وتشكره هذا ما كان فيلا بقاو معنا خواتاتي ما تمشيو فين دو كيقولوا ثاني مالا جابت بتيبان قلتي شوفي ما تبقاش قريت التعاليق وما تبقاش عمرك ما ترديش لا رديتي الا رديتي على التعاليق راه خايبه ما ترديش راه كاين اللي كتشوف التعاليق ما كيكونش يشوفوا وانت ملي كتردي على التعليق كي عادش كيشوفو كيبدا يقول لك عنده الحق وانت هي الفعليه التاركه خاص في الاول تخلي التعليق انا كنت كنرد ما بقيتش كنرد انا راه ما كيخليو ما كيقولوا لي وكنخليهم كنقول لهم ادويو دويو اللي بغيتو تقولوا كنقول لهم تبقاو تهضروا حتى الصباح هذاك الشيء اللي كاين كنقول لهم هضروا تقولوا بركه تعياو حتى انا حتى انا كنصور ونمشي للدار وندير الصوت
مصور كويس ديما انت الاخر. اه مسكينه اختي ناديه جابت حلوه في خبرك، قلت لها انا هذا الشيء ما كانش عليك تجيبي، عرفتي؟ قلت لها لا ما تجيبيش، قالت لي اختي دنيا ما ندخلش بيدي خاوين. فاحنا المغاربه هكا دايرين، واخا ما عندناش، واخا فقراء شوفي وصلنا ما كيفاش عزت النفس ديالنا كندخل انا براسي ضروري كنقدرش ندخل بلا ما نكون. وجابت لي مسكينه هذه الحلوه في خبرك واحد القضيه وهي ما عارفاش عيد ميلاد راه قرب، قالت لي ما عاد شي يومين، وعرفتي مني شفتها حليت دابا كنطول وبقيت كنشوف. والله الا شكرا اختي ناديه الله يحفظك والله. والله الا شفتها فرحت نحس بان شي واحد تفكرني في عيد ميلادي. المهم البنات قولي لي قولي لي عيد ميلاد سعيد، عيد ميلادي بقى لي والو حتى جات لي البكيه. قولي لي عيد ميلاد سعيد وان شاء الله غادي نقطع ونعطي لبنتك قلبي هكذا داتي قلبي ونقطع لبنتك شويه في خبركم البنات. غنقول لكم ما كايناش اسراء خساره. ها انت يلا سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا دنيا، سنه حلوه يا دنيا. سبحان الله والله العظيم باش نقول لكم ياك ما تمشي فين ما مشاك الله. وهي داكشي اللي كاين هكا ماما هكا حبيبي. واش الشوكولات فوق ياك؟ واش فوق الشوكولات؟ هزي لي الشكيطه هي واخا ناخذ بيدي ما كتعيفيني. اهلا كنصور حتى بنتي كتقول لي تصوري معايا. ها انت اختي نصوبوا ليها ايوا بالصحه والله بصحتك اختي دنيا وبصحتكم. والله العظيم الا ماشي الدخله ديالك وانا فرحتيني بهذ الحلوه والله العظيم الا شغنقول لكم. عرفتي دابا دنيا مني هضرت معاها ما كيصحابش ليها انا، عرفتي مني شافتني انا قالت لي زعما علاش بالضبط كل انا جيت عندك وما تجيبيش هذا الشيء وانت ما تجيبيش يعني ما جبتش حاجه غير كريويسات وهذا. عرفتي مسكينه من قلت لك فرحات بيا بزاف فرحات بيا بزاف ونتمنى الناس ديولي انهم يفرحوني انا اللي يفرحوني ملي يدخلوا عندك هذيك هي. شكرا لك بزاف وحتى الناس ديولي انا ان شاء الله تما غيدخلوا عندك تما غيدخلوا عندك. خاصه نقول لكم دخلوا لي عند اختي ناديه وتبعوا لي ان شاء الله ضروا لي الطوندونس تبارك الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك اختي يلاه البنات بقاو معانا.